بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الإيمان مرتبة عظيمة من مراتب هذا الدين، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. وقال في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جعل الدين ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة وهي أعلاها الإحسان. والإيمان والإسلام لا بد أن يجتمعا، فلا يكفي إيمان بدون إسلام، ولا يكفي إسلام بدون إيمان. الإسلام هو الأعمال الظاهرة على الجوارح، والإيمان هو الأعمال الباطنة في القلب، ولا بد من اجتماعهما فيكون الإنسان مسلما مؤمنا. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هذا التعريف يشمل الإيمان ويشمل الإسلام جميعا، لا بد منهما. الذي عنده إسلام في الظاهر وليس عنده إيمان في الباطن هذا منافق. المنافقون في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يظهرون الإسلام والأعمال ولكن ليس في قلوبهم إيمان. وكذلك من عنده إيمان في قلبه ولكنه لا يعمل بجوارحه، يترك الأعمال، فهذا أيضا لا يفيده إيمانه شيئا. ولهذا الله جل وعلا يقرن الإيمان بالعمل في كثير من الآيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه المقارنة تكررت في القرآن، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، لا بد من الأمرين. الذي عنده إيمان في قلبه ولكنه لا يعمل بجوارحه هذا ليس بمسلم وليس بمؤمن. وكان أكثر الكفار عندهم إيمان في قلوبهم، يصدقون في قلوبهم، يعترفون في قلوبهم، ولكنهم لا يعملون بجوارحهم ولا ينطقون بألسنتهم، لا ينطقون بألسنتهم، فلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يعملون بجوارحهم، فلا يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا يحجون ولا يعملون أعمالا إيمانية
فما في قلوبهم لا يكفي. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم يعترفون في قلوبهم ولكن يمنعهم الكذب ويمنعهم الحسد ويمنعهم الكسل ويمنعهم أشياء كثيرة من العمل بجوارحهم. والله جل وعلا يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ويقول سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، الذين يقومون بهذه الأعمال مع التصديق بقلوبهم والنية الخالصة بقلوبهم هم المؤمنون حقا. أما من أخذ جانبا فقط وترك الجانب الآخر، أخذ جانب العمل وترك جانب الإيمان بالقلب، أو أخذ جانب الإيمان بالقلب وترك العمل، فهذا ليس بمؤمن حقا. أولئك هم المؤمنون حقا. كذلك المؤمن يجاهد في سبيل الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو إلى الله وينصر الخير في الناس. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الإيمان. الإيمان كما يقول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقع في القلوب وصدقته الأعمال، هذا هو الإيمان، ما وقع في القلوب وصدقته الأعمال. فالإيمان مجموع الأعمال الظاهرة هو الاعتقادات، الباطن له أركان ستة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم وكما في القرآن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أن يكونوا من المهتدين. ولم إنما قال تعالى ولكن يبر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء هم أهل التقوى وهم أهل البر وهم أهل الإيمان الذين يقومون بهذه الأعمال. فيقول سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه صفات المؤمنين وأعمالهم ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وبينها في آيات كثيرة. إذا جمعت هذه الآيات وما فيها من الأعمال حتى تدل على أن الإيمان أنه يتطلب العمل، فلا إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان، لا بد من الأمرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة. وقد ألف العلماء رحمهم الله في هذه الشعب مؤلفات، كما ألف الإمام البيهقي رحمه الله كتاب شعب الإيمان، هذه 68 أو البضع والستين أو السبعين، بينها في هذا الكتاب شعب الإيمان، ما يدل على أن الإيمان واسع يشمل جميع الأعمال الصالحة، فهو أعمال صالحة وهو ترك للمحرمات من جميع الذنوب والمعاصي. فالإيمان يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات والتخلق بالأخلاق الفاضلة. ومن عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، جميع الإيمان. فالمؤمن يحب لله ويبغض لله، ما يحب لأجل الدنيا ويبغض لأجل الدنيا، وإنما يحب لأجل الله، فيحب الله جل وعلا ويحب ما يحبه الله من الأعمال ومن الأشخاص، وكذلك يبغض ما يبغضه الله من الكفر والنفاق والمعاصي والسيئات. هذا هو المؤمن. كذلك من مقتضى الإيمان الأخوة في الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة أصلحوا بين أخويكم. وكذلك المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أخشوا السلام بينكم.
والمؤمن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، تولى بعضهم بعضا بالمحبة والمناصرة والإعانة على الخير، هكذا شأن المؤمنون. مثل المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، هذا هو المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الإيمان هم مجرد دعوة، إيمان أعمال وأقوال واعتقاد، كما قال أهل السنة والجماعة: الإيمان قول باللسان، اللسان ينطق بالشهادتين، وكذلك اللسان ينطق بذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، هذه أعمال اللسان، أقوال اللسان، قول باللسان واعتقاد بالقلب، يصدق بقلبه ويوقن بقلبه بما ينطق به لسانه، ولا يكون من الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وكذلك هو عمل بجوارحه، فيؤدي الواجبات والمستحبات والطاعات، يعمل بجوارحه، حافظ على الصلوات، يؤدي الزكاة، يصوم رمضان، يحج ويعتمر، يتصدق ويصل رحمه، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدعو إلى الله ويعلم الخير، ويجاهد في سبيل الله، هذا هو المؤمن. المؤمن يشتغل بإيمانه مع نفسه ومع إخوانه دائما وأبدا، يشتغل مع نفسه ومع إخوانه بصفات الإيمان وخصال الإيمان، هذا هو المؤمن. وأما الذي يدعي الإيمان ويعطل الأعمال ويعطل، هذا ليس بمؤمن، لا يعتقد بقلبه ما يقوله الإنسان، ليس بمؤمن. من الناس من يقول آمنا بالله باليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا، لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، لا يصبر على الأذى في الله، إذا أصابه أذى من الناس بسبب دينه وعقيدته والعياذ بالله ترك الإيمان ولا يصبر على عذى الناس، ويفر من عذى الناس إلى عذاب الله، فر من الرمز إلى النار. فلا بد من لم يصبر على الأذى في دينه وفي إيمانه، أنه أمامه النار أشد أذى. أما من صبر على أذى الناس تمسك بدينه وعقيدته وحافظ على إيمانه فإن مآله إلى الجنة. أما من فر من أذى الناس
ووافقهم فيما يطلبون وما يقولون من معصية الله ومن غضب الله فإنه يفر من أذى الناس إلى عذاب الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس فعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. أوليس الله يعلم بما في صدور العالمين؟ ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. فالله يمتحن العباد ليتبين المؤمن الصادق من المؤمن بلسانه الكاذب في قلبه. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالمؤمن يصبر عن المبتلى والامتحان في دينه، يصبر على الأذى في الله عز وجل، يثبت على دينه، هذا هو المؤمن الصادق، هذه علامة الإيمان الصادق. أما المنافق فهذا إن صارت الأمور على الساعة وعلى الرخاء تظاهر بالإيمان وانضم إلى المسلمين وعاش معهم، فإذا جاءت نكبة أو مصيبة وامتحن المسلمون تخلى عنهم صار مع الكفار. هذه صفة المنافقين صابرين في السراء والضراء، السراء والضراء. أما المنافق لا، إنما يصبر في، إنما يكون مع المؤمنين في السراء، فإذا جاءت الضراء تخلى عنه صار مع خصومه ومع أعدائه. الإيمان ليس هو مجرد دعوة قول من لسان فقط، ولا هو مجرد اعتقاد بالقلب فقط، ولا هو عمل بالجوارح فقط، بل لا بد أن يجمع هذه الأمور، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان الصحيح. أما الذين يقولون الإيمان بالقلب والأعمال أي مكملة أو هي شرط للإيمان، والإيمان بالقلب هذا قول المرجئة أهل الضلال الذين أرجوا أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان وقالوا الإيمان بالقلب، وأما الأعمال فإنها مكملة أو هي شرط للإيمان أو إلى ما يقولون، هذا كلام باطل. الأعمال من الإيمان، جزء من الإيمان، ولا يتحقق الإيمان ويصدق ويثبت إلا بالأعمال. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فجعل ذكر الله من الإيمان وهذا قول باللسان، وجعل الصلاة من الإيمان وهي عمل، عمل بالجوارح، وجعل الصدقة الإنفاق في سبيل الله من الإيمان وهو عمل مالي، عمل مالي، والصلاة عمل بدني. جميع الأعمال مالية أو بدنية أو قولية أو فعلية كلها داخلة في الإيمان ومن حقيقة الإيمان. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنه لما حولت الصلاة والقبلة إلى الكعبة المشرفة وكانوا من قبل يصلون إلى بيت المقدس، وكان أناس من المسلمين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة، خاف عليهم أقاربهم وقالوا إن أقاربنا ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ولم يدركوا الصلاة
دين الكعبة فخافوا عليهم، فأنزل الله هذه الآية ليطمئنهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنها طاعة لله عز وجل. فصلاتهم إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة صلاتهم عبادة صحيحة، لأنها طاعة لله سبحانه وتعالى. فالله لا يضيعها لأصحابه. الشاهد من الآية أن الله سمى الصلاة إيمانا وهي عمل، دل على أن الأعمال من الإيمان، من حقيقة الإيمان، وليست هي شرط، لأن الشرط خارج عن الحقيقة. ليست هي شرط للإيمان أو هي مكملة للإيمان كما يقولون، بل هي من حقيقة الإيمان. فإذا انتفت الأعمال فإنه لا يكون هناك إيمان، فلا يتحقق الإيمان إلا بمجموع الثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هذا هو الإيمان، مجموع هذه الأمور الثلاثة هو الإيمان. فإذا قطع واحد منها لم يتحقق هذا الإيمان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. وسموا أهل السنة، السنة المراد بها الطريقة، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. سموا أهل السنة لأنهم يعملون بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافا لأهل البدع، فإن أهل البدع يعملون على غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فسموا أهل السنة فرقا بينهم وبين المبتدع الذين يعملون أعمالا ليست على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فسموا أهل السنة لأنهم يعملون على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعملون شيئا من الأعمال إلا إذا كان له دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سموا أهل السنة. والجماعة، الجماعة هي الاجتماع، لأنهم يجتمعون على الحق ولا يتفرقون. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فسموا الجماعة اجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم، عقيدتهم واحدة وهو الكتاب والسنة، ليس لهم عقيدة سواها، بخلاف أهل الضلال فإن لهم عقائد شتى مختلفة متباينة، لأنها ليست على الكتاب والسنة. ومن ترك الكتاب والسنة فإنه يبتلى بالفرقة والاختلاف، فإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما أهل السنة فإنهم والحمد لله يجتمعون على الحق ولا يختلفون، عقيدتهم واحدة لا يختلفون فيها، بخلاف الفرق الضالة من جهمية ومرجئة وشيعة وخوارج وقدرية وأشاعرة وإلى آخره. هؤلاء مختلفون في عقائدهم، كل فرقة لها عقيدة. تقطعوا أمرهم بينهم جذرا كل حزب بما لديهم فرحون، وكل فرقة تضلل الفرقة الثانية، بل كل فرقة تكفر الفرقة الثانية. أما أهل السنة فهم أهل اجتماع على الحق، يوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا، فهم مجتمعون على الحق يتفرقون عملا بقوله تعالى:
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاث التي يرضاها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ومنها الاعتصام بحبل الله وهو الكتاب، الحبل الله المراد به القرآن، والسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها وحي تابعة للقرآن. فحبل الله هو الكتاب والسنة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ألف بين قلوبهم بأي شيء؟ ألف بينهم بين قلوبهم، ألف بين قلوبهم بالقرآن والسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. فسموا الجماعة لهذا الأمر، ميزتهم أنهم جماعة واحدة وأمة واحدة، لم يختلفوا عما كان عليه نبيهم ولا ما كان عليه صحابة نبيهم، بل كانوا يسيرون على المنهج الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابه، من كان على ما أنا عليه وأصحابه. فهم لا يتبعون أحدا غير الرسول صلى الله عليه وسلم، إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من اقتدى برسول الله فهو إمامهم، ومن خالف رسول الله فإنهم يبتعدون عنه ولا يعنفون. من كان على ما أنا عليه وأصحابه. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تبعوهم، تبعوا المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، بإحسان تبعوهم بإحسان من غير إفراط وغلو ومن غير تفريط، بل اتبعوهم على علم وعلى بصيرة، هم مجرد انتساب. يقول الإنسان: أنا من أهل السنة وأنا تابع للصحابة، ولكن أعماله تخالف أعمال الصحابة، عقيدة تخالف عقيدة الصحابة، هذا لم يتبعهم بإحسان، اختلف عنهم. الذي يتبعهم بإحسان هو الذي اعتدل واستقام على ما كانوا عليه من غير زيادة ومن غير نقصان، ولا يمكن هذا إلا إذا عرفت ما هم عليه. أما إذا كنت تجهل ما عليه صحابة رسول الله فلا يمكن أن تكون عليه ولو حرصت، ولو حرصت على أن تكون عليه وأن تجهل وما يمكن، لا بد من تعلمه، لا بد من معرفته، معرفة منهج السلف الصالح، معرفة عقيدة السلف الصالح، ما عليه السلف الصالح، لا بد تعرف هذا حتى تكون على بصيرة وتتبعهم بإحسان، كما قال تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. وأن كل واحد كثير من الناس ومن الفرق يدعي أنه على سنة رسول الله، يدعي أنه على منهج الصحابة المهاجرين والأنصار، يدعي هذا، ولكن عند التطبيق، عند التطبيق يوجد الاختلاف، لأنه لم يدرس منهج الصحابة ولم يعرفه ولم يعبأ به، وإنما أخذ
طريقة فلان ومنهج فلان وعلان، ولم يعرضها على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. إذن وإن ادعى أنه على منهج السلف هو بعيد عن منهج السلف، والأمور ليست بالدعاوى، الأمور بالحقائق. والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء. فكثير من أهل الفرق المنحرفة والضالة يدعون أنهم على منهج السلف، ولكن عندما تقارن بين ما هم عليه وما ومنهج السلف تجد بينهم بولا شاسعا، إما لأنهم يجهلون منهج السلف، وإما لأنهم أصحاب أهواء يعرفون الحق ولكن لا يريدون الحق، وإنما يريدون ما تهواه أنفسهم وما يقوله قادتهم وأئمتهم. والمؤمنون ليس لهم إمام إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان على منهج الرسول وعلى طريقة الرسول وأصحابه فهو إمامنا، ومن كان مخالفا لمنهج الرسول فإننا براء منه. قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة جديدة. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه سيكون اختلاف من بعده عليه الصلاة والسلام، وأنه اختلاف ليس يسيرا وإنما هو اختلاف كثير، فسيرى اختلافا كثيرا. وكما في الحديث الآخر: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي؟ قال: من كان على ما أنا عليه أصحاب. هذه طريقة أهل الإيمان ومنهج أهل الإيمان والتوحيد، هذا منهجهم وهذه طريقتهم، وهذا إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله جل وعلا لنا، أن نكون على صراطه المستقيم، وأن نترك الطرق المنحرفة والمناهج الضالة والبدع المضلة، أن نتركها جانبا وننبذها، ولا نأكل إلا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما عليه القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. قرون المفضلة التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفها بالخيرية، هؤلاء هم السلف الصالح ومنهجهم الكتاب والسنة. لا يبغون عن الكتاب والسنة، لا يبغون عنها سوى، ولا يفرقون فيها، ولا يتبعون فلانا وعلانا من الناس، إنما يتبعون من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وسلك منهجه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. والإيمان يزيد بالطاعة كما قال أهل العلم. أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان يزيد بالطاعة وينمو معه، بخلاف المرجئة إنهم يقولون: لا، الإيمان ما يزيد ولا ينقص، الإيمان في القلب فقط،
ولا يزيد ولا ينقص. والأعمال ليست داخلة فيه، فلذلك لا يزيد ولا ينقص. وهذا ضلال، هذا خلاف القرآن. الله جل وعلا يقول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهؤلاء يقولون لا ما يزيد في مراغمة لكتاب الله عز وجل. ويقول سبحانه وتعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهؤلاء يقولون لا الإيمان شيء واحد ما هو يزيد ولا ينقص. زادتهم إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات. هؤلاء يقولون خلي هذه مخالفة كتاب الله عز وجل. كذلك ينقص بالمعاصي، كل ما الإنسان عصى الله نقص إيمانه، حتى ربما لا يبقى عنده إلا إيمان ضعيف مقدار حبة خردل، كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان، فدل على أن الإيمان ينقص ويكون ضعيفا جدا. وقال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، دل على أن الإيمان أحيانا ينقص حتى يكون صاحبه قريبا من الكفر. وهؤلاء يقولون لا الإيمان ما ينقص والمعاصي ما تضر، المؤمن لا تضره المعاصي كما أن الكافر لا تنفعه الطاعة. يقولون لا ينفع، لا ينفع مع الكفر طاعة ولا يضر مع الإيمان معصية. لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا صحيح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما أنه لا يضر مع الإيمان معصية هذا باطل خطأ. المعاصي تضر تنقص الإيمان، وأحيانا تذهب بالإيمان ولا يبقى في قلب الإنسان إيمان، يضعف حتى ربما أنه ما يلقى في قلبه إيمان. وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا مما يدل على أن الأعمال داخلة في الإيمان تزيد وتنقصه، ولو كانت ما هي داخلة في الإيمان لم يتأثر بها ولا يزيد ولا ينقص. هذا باطل وضلال. ناتي على مسألة المعاصي، هل تخرج من الإيمان أو لا تخرج من الإيمان؟ المعاصي على قسمين، صغائر الذنوب، وهذه تنقص الإيمان بلا شك، ولو كانت صغائر تنقص الإيمان. والقسم الثاني كبائر، وهذه أيضا تنقص الإيمان أشد من تنقيص الصغائر، تنقص الإيمان أشد مما تنقصه الذنوب الصغائر، إلا أن الذنوب الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، المراد السيئات الصغائر، فاجتناب الكبائر يكفر الله به الذنوب الصغائر. وكذلك الصلاة يكفر الله بها الذنوب الصغائر، قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هذه هي الذنوب الصغائر. أما الكبائر ضابطها
وتعريفها كل ذنب كتب كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا فهو من الكبائر كالسرقة وشرب الخمر والزنا هذه كبائر ترتيب الحدود عليها يدل على أنها كبائر لأن الذنوب الصغائر لا يرتب عليها حدود في الدنيا كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ما عليه حد في الدنيا لكن عليه وعيد في الآخرة من غضب أو لعنة أو نار الوعيد بالنار يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب وذلك مثل أكل الربا الربا ما عليه حد لكن عليه وعيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولو ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذا وعيد الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هذا وعيد وعيد في الآخرة لعن الله آكل الربا لعنه لعن الله آكل الربا رسول ما يلعن إلا على شيء كبير كبائر الذنوب وموكله وشاهديه وكاتبه وشاهديه اللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير لا تكون على صغيرة من الصغائر أو توعد الله عليه بالنار كما قال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذه أنواع من الوعيد على قتل النفس بغير حق أنواع من الوعيد فجزاؤه جهنم هذا وعيد وغضب الله عليه عن الثاني ولعنه عن الثاني وأعد له عذابا عظيما أربعة أنواع من الوعيد مما يدل على أن قتل النفس بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب هذا معنى قولهم الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة هذا من الذنوب الكبائر هذا الذنب الذي هو دون الشرك وإن كان كبيرة لا يخرج صاحبه من الإيمان لكن ينقص به إيمانه ينقص به إيمانه فأصحاب الكبائر التي دون الشرك هؤلاء لا يخرجون من الإيمان بل هم مؤمنون ومسلمون موحدون لكن يكون إيمانهم ناقصا ويطلق عليهم الفسق يطلق عليهم الفسق قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة على حد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا هذا إسقاط للعذاب لأن العدل تقبل شهادته أما غير العدل فتسقط شهادته ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله الفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى قد يكون فسقا أكبر يخرج من الملة مثل إبليس فسق عن أمر ربه وقد يكون الفسق لا يخرج من الملة وهذا هو المقصود هنا فالفاسق بالكبيرة التي دون الشرك هذا لا يخرج من الملة وهو تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صاحب الكبيرة التي دون الشرك هذا مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان وهذه الكبيرة التي فعلها تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له
وإن شاء عذبه، ولكن إذا عذب بكبيرته فإنه لا يخلد في النار، يعذب في النار بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار، يخرج من النار إما لانتهاء تعذيبه فيها وإما بشفاعة الشافعين، يخرج من النار ولا يخلد فيها إلا الكفار. أما المؤمنون العصاة إذا دخلوا النار بذنوبهم فإنهم يعذبون فيها ولا يخلدون فيها، كما في الحديث الصحيح: أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. قال أبو ذر رضي الله عنه: وإن جنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن جنى وإن سرق. قال: وإن جنى وإن سرق؟ قال: وإن جنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فدل هذا على أن أصحاب الكبائر من المؤمنين أنهم لا يخرجون من الإيمان ولكن يضعف إيمانهم، لا يخرجون من الإيمان خلافا للخوارج. الخوارج يخرجون أصحاب الكبائر من الإيمان ويكفرونهم والعياذ بالله، يخرجونهم من الإيمان ويكفرونهم، ولا يكون كامل الإيمان بل يكون ناقص الإيمان خلافا للمرجئة الذين يقولون أن المعاصي لا تضر الإيمان. ففي قولنا أصحاب الكبائر لا يخرجون من الإيمان هذا رد على الخوارج، وفي قولنا إن الكبائر تنقص الإيمان هذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان طاعة والمعاصي لا تنقص الإيمان بل هي تنقص الإيمان، وكل ما عصى ربه نقص إيمانه. فإذا تاب إلى الله فإنه يزيد إيمانه، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة، فهم فيها بين فريقين: فريق خوارج الغلاة وفريق المرجئة المتساهلين. الخوارج يقولون أن الكبائر تخرج من الإيمان، يستبدون ويغلون. المرجئة يتساهلون يقولون: لا، الكبائر ما تضر الإيمان ولا تنقص الإيمان، فصاحبها كامل الإيمان. هذا ظلام لا شك. أهل السنة والجماعة توسطوا، فلا هم أخرجوه من الدين كما تقوله الخوارج، ولا هم حكموا له بكمال الإيمان كما تقوله المرجئة، بل قالوا: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو المذهب الحق الذي تدل عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أخبر بقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف أنواع الوعيد. ومع هذا في الآية الأخرى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. من المؤمنين، قال من المؤمنين، سماهم مؤمنين وهم يقتل بعضهم بعض. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة، سماهم إخوة مع أنهم يقتتلون. إنما المؤمنون، حكم لهم بالإيمان، إنما المؤمنون إخوة، جعلهم إخوة وهم يتقاتلون، وهم يتقاتلون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا في رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر.
ولما حكم بالقصاص قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء. أخوه من هو؟ القتيل، أخوه القتيل، فمن عفي له من أخيه. فجعل القتيل أخا للقاتل بأي شيء أخوه؟ بالإيمان، فهم إخوة وإن تقاتل. فدل على أن كبائر الذنوب، لأن أصل المؤمن متعمدا هذا من أشد الكبائر بعد الشرك، ومع هذا الأخوة الإيمانية باقية معه. فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وجاء بشارب خمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأقام عليه الحق جلده، فقال أحد الحاضرين: لعنه الله ما أكثر ما ينفعه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ فهم يشرب خمر ويقام على الحد، يقول الرسول هو يحب الله ورسوله ولا يجوز لعنه. فدل على أن كبائر الذنوب لا تخرج من الإيمان، وإنما تنقص الإيمان فقط، وأنها تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. الخوارج يقول: لا، هو كافر ولا تناله المغفرة، ما تناله المغفرة، هو كافر ينفذ عليه الوعيد. هذا ضلال والعياذ بالله، وهذا قول على الله بغير علم. بينما المرجئة على النقيض منه يقول: لا، المعاصي ما تبقى والكبائر ما تبقى، وهذا مؤمن كامل الإيمان ولا ينقص إيمان. هذا ضلال عين وغرور والعياذ بالله، تساهل بالمعاصي. فلا بد من الاعتدال، وهو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة التي جلت فيها أحكام كثيرة. ولكن هدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالمعاصي لا يتساهل في شأنها، لأنها تهلك صاحبها وقد تخرجه على المدى البعيد، تخرجه من الدين. لا يتساهل فيها، ولكن لا يشهد في الحكم على أصحابها، وهي دون الشرك والكفر، لا يشهد في الحكم وينفى ما معهم من الإيمان والتوحيد ويخرجون من الدين كما تقوله الخوارج والمعتزلة. هذا من الغلو في الحكم والشدة في الحكم. وأما المرجئة فعندهم تساهل في الحكم وميوعة، أما أهل السنة والجماعة فهم توسطوا في هذه المسألة على ضوء الكتاب والسنة ولله الحمد، شأنهم في ذلك كشأنهم في جميع مسائل الدين، الوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، الوسط بين فرق الضلال الغالية والمتشددة والمتساهلة والمفرقة. هذا منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وفقها في دينه ومعرفة لأحكامه وعملا بطاعته سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة. وهنا بعض الأسئلة، هذا أحد الأخوان يسأل يقول: هناك من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة النجدية عندهم غلو وتشدد في باب التكفير، فهل هذا الكلام صحيح؟ وأيضا يقولون يشككون في
بنسبه بعض الرسائل للشيخ محمد كرساله وفيد المستفيد في كبر ثالث التوحيد، ورساله للشيخ اسحاق بن عبد الرحمن بن حسن تفسير المعلمه يشككون بنسبتها، فما ردكم على هذا؟ هؤلاء لا عبره بهم ولا بقولهم، لانهم اما جهال واما ظلال، فلا عبره بقولهم. وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكلام تلاميذه وأئمة الدعوة موجود ولله الحمد في كتبه، موجود مدون، ليس فيه تشدد وليس فيه كما يقول تكفير للمسلمين، بل هو منهج الاعتدال، منهج أهل السنة والجماعة، موجود الحمد لله مدون مكتوب نرجع إليه ويتبين لنا كذب هذا المفتري أو جهل هذا الجاهل الذي يهرف ما لا يعرف. وأما التشكيك في كتب الشيخ وعدم نسبة صحة نسبتها، فهذا كلها من التجلي على الحق. إذا قلنا أن هذه الرسائل ما هي للشيخ، إذا نقول صحيح البخاري ما هو للبخاري، صحيح مسلم ما هو للمسلم، ونقول كتب العلماء ما هي ابنهم. إذا جاء هذا الاعتقاد السيء وهذا التشكيك، لم يقتصر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل ينسحب على كل العلماء، يقول كل كتبهم ما هي صحيحة ولا نسبتها لهم ما هي صحيحة. نسأل الله العافية. نعم. الله عنك. وهذا سائل يقول: ما هي نصيحتك يا شيخنا الذين يفرقون بين طلبة العلم أن علماء الذين حفظهم الله أخطأوا في إخراج فتاوى فيها تحذير من بعض الكتب التي بناها أصحابها على عقيدة الإرجاء، فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يفرقون بين الناس ويفرقون بين المسلمين؟ لا غرابة في ذلك إذا كانوا تكلموا على الأئمة، إذا كانوا تكلموا على العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب، شككوا في كتبهم وطعنوا فيها، بل منهم من طعن في السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من طعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطعن في الرواة صحابة الرسول كأبي هريرة، لا يستغرب أنهم يطعنون في اللجنة هذه، هل هم غريب؟ أهل الضلال يتخبطون، ولكن الحمد لله لا يضرون إلا أنفسهم، والحق باقي وإن غرمت أنوفهم. نعم. أحسن الله إليك. وهذا يقول: ما حكم من يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، ولكنه يعرف الإيمان بأنه تصريف، ويقول دعوى بأن الإيمان يستلزم العمل دعوى لا أصل لها، هل هذه الأقوال من عقيدة أهل السنة بالإيمان؟ أنا تناقض، يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم يقول إن العمل ليس من الإيمان يرجع يخرج من الإيمان، هذا تناقض في القول، هذا بيجمع بين قول أهل السنة وقول المرجئة، يعني جمع بين حق وباطل، وهذا هكذا أهل الضلال يختلط عليهم الأمر، يلبسون على الناس ما يقوله. الإيمان قول وعمل واعتقاد ويزيد، لكن الإيمان كما يقول الإيمان هو التصديق ودعوى أن الإيمان ويزول الإيمان هو التصديق، وين راح العمل وين راح القول؟ ما صار إلا التصديق فقط، هذا تناقض. نعم. أحسن الله إليك. وهذا يقول: ما حكم من يقول لا كفر إلا بالوجود والاعتقاد، فلا كفر عملي أبدا إلا وهو مشروط بكفر في الباطل؟ الله جل وعلا كفر أناسا تكلموا قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفرهم بنطقهم وقولهم، ولم يقل إنهم يعتقدون هذا أو ما يعتقدون، كفرهم بمجرد ما نطقوا به
وما قالوه، فدل على أن من تكلم بالكفر أنه يكفر، يحكم عليه بالكفر. وأما القلوب فنحن لا نعلم ما فيها، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن نطقه بكلام الكفر يدل على فساد قلبه، يدل على فساد قلبه. والله جل وعلا أيضا يقول: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قالوا كلمة الكفر، سمى الكلام كفرا، ولم يقل اعتقدوا بقلوبهم، بل قال قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ويقول سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلم يصفني إلا المكره. الذي لم تكن الكفر يكفر إلا إذا كان مكرها، إلا إذا كان مكرها. وسبب نزول الآية قصة عمار بن ياسر لما أخذه المشركون وعذبوه ولم يطلقوه حتى يصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافقهم بلسانه فقط وأطلقوه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونكر له القصة، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فأنزل الله عليه: من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن. أما الذي ينطق بكلمة الكفر غير مكره، ينطق بها باختياره من غير إكراه، هذا يكفر. لن يقول أنه ما يكفر، القرآن يقول يكفر، وما علينا، يقول كل الناس لا يكفر، ما علينا، القرآن يقول يكفر. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، مجرد الاستهزاء يكفرون به، ولو كانوا مازحين، إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب لا شفت واحد يذبح للقبر تقول له هذا ما يكفر، يعني ما ادري يسلم قلبه؟ اذا رايت واحد يسجد للصنم يقول هذا ما يكفر، يعني ما ادري يسلم قلبه؟ من يقول هالكلام هذا؟ الا جاهل او ضال والعياذ بالله. فالذي يفعل الكفر يكفر، والذي يمسك الكفر يكفر، والذي يعتقد الكفر يكفر. والعلماء ذكروا ان الرده تحصل بامور، إما بالقول وإما بالاعتقاد وإما بالشك في القلب، وذكروا أنواعا كثيرة من النواقض الإسلام. ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عشرة نواقض من نواقض الإسلام. فلو كان المهموم ما يكون الردة إلا بالقلب ما تعددت هذه النواقض، وهي قولية وفعلية اعتقادية. نعم. أحسن الله. هناك من يقول بأن من ترك العمل الظاهر الكلي لا يكفر، ويستدل على هذا بحديث: لم يعملوا خيرا فقط، وحديث صاحب الخافة. فما هو رد هذه الشبهة؟ هذه طريقة أهل الزور، يأخذون حديث واحد يتركون الأحاديث يتركون الآيات. أهل الراسخون في العلم يجمعون بين الأدلة، بين كلام الله وكلام رسوله، يفسرون بعضه ببعض. أما أنه يأخذ حديث البطاقة فقط أو الحديث اللي لم يعمل خيرا فقط يترك الأحاديث الثانية، فهذا ضلال والعياذ بالله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون لا تشابه منه، هذا من المتشابه، والمتشابه رد إلى المحكم. فنحمل هؤلاء الذين صاحب البطاقة والذي لم يعمل خير القرض يخرج إلى النار لأنه لم يتمكن من العمل، نطق بالتوحيد ونطق بلا إله إلا الله عن قلب وعن إيمان، ثم قتل أو مات في حال ولم يتمكن من العمل، أو كان لم يبلغه شيء من هذا الدين لبعده عن بلاد المسلمين، ولكن قال لا إله إلا الله مخلصا ولم يعمل، لأنه ما يعرف العمل، ما بلغه شيء من العمل، لم يبلغه.
فنحمل هذا على من له عذر، على من له عذر في ترك العمل. أما الذي ليس له عذر في ترك العمل تركه من غير عذر فهذا ليس بمؤمن. دليل الآيات والأحاديث التي تدل على أن الإيمان لا بد معه من العمل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كثر في هذه الأيام من يخرجون في القنوات الفضائية وعندهم فقه التيسير كالمدعو يوسف القرضاوي وأحمد الفريسي وغيرهم من أهل الضلال، وقد ضللوا ولبسوا على المسلمين في الفتاوى، فتارة يقولون الرافضة إخوان لنا، وتارة يقولون إن اليهود والنصارى عداوتنا معهم اقتصادية إلى غير ذلك، فما هي نصيحتكم يا شيخنا تجاه هؤلاء؟ الحق واضح ولله الحمد، وإن قال فلان وفلان في فضائية أو في غيرها الحق واضح، والعلماء موجودون والحمد لله، فلا يلتبس علينا كلام هؤلاء. هذا إنما يفرح به أهل الأهواء وأهل الشهوات، أما أهل الإيمان فإنهم يستنكرونه من أول ما يسمعونه ولا يلتفتون إليه، فلا عبرة بهذا، الحق واضح ولله الحمد، والدين كامل ولله الحمد ومحفوظ بحفظ الله لا يغير ولا يبدل. وإن تكلم فلان أو فلان فكلامه يرجع عليه مردود عليه، إنما يفرح به أهل النفاق أو أهل الشهوات والمغرضون، وهؤلاء لا عبرة بهم ولا التفات إليهم. نعم. وهذا سؤال يقول: أحسن الله إليك، كثرت الجماعات في هذا الوقت فمن جماعة التبليغ والإخوان المسلمين والقطبية وغيرها، فما تنصحني؟ هل أدخل تحت هذه الجماعات أم لا؟ واتقوني بارك الله فيكم. ادخل مع أهل السنة والجماعة من كان على ما أنا عليه وأصحابه، هل هالحديث هذا منهج اللي تمشي عليه؟ فمن كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكن معه، ومن خالف لا فابتعد عنه، هذا هو الضابط. الرسول ما تركنا عليه الصلاة والسلام، بل رسم لنا المنهج، رسم لنا الطريق، وما توفاه الله إلا وقد أكمل به الدين وأتم به النعم. ترك أمته على البيضة ليلها كنهارها لا يجيء عنها إلا، فقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنته. قال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين لله. فمن كان يسير على هذا المنهج فكن معه، ومن خالفه فابتعد عنه، ولا علينا من اسم فلان ولا الجماعة الإعلامية ولا العلامية، لا اسم ما علينا منه، ولا من الأحزاب ولا من الجماعات، علينا لأهل الحق وأهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليك. كثرت الأسئلة التي تسأل عن التحجيرات الأخيرة في أمريكا، نرجو من فضيلتكم التوضيح والبيان في هذه القضية. ما سألونا عن هذا، ما أقدموا على هذا العمل ولا سألونا عنه، كيف أن المشكلة المشكلة به؟ أين منهم؟ تحملوا لهم. نعم. عفى الله عنك. وهذا يقول: ما الفرق بين الترك والإعراض؟ هل هما بمعنى واحد أم لا؟ لا، الإعراض أشد، قد يترك الإنسان الشيء ولم يعرض عنه إعراضا فولوا وهم معرضون، ما لهم رغبة فيه، فالإعراض ما يدل على عدم الرغبة، الترك لا يدل على عدم الرغبة، يدل على أنه تركه لأمر من الأمور ثم يرجع إليه ويعود إليه، لكن إذا كان معرض فإنه لا يرجع، لأنه تركه راهبا عنه. أحسن الله إليك. وهذا يقول: إذا كفرنا المعين هل نقول إنه في النار، سواء كان المعين كفر أصلي كاليهود والنصارى أم مرتدا؟ نقول: من مات على الكفر فهو في النار، ومن مات على الإيمان فهو من أهل الجنة، نقول كذا. وأما الأفراد والمعينين الله أعلم بهم، لكن نقول: من مات على الكفر فهو في النار، ومن مات على الإيمان فهو في الجنة، هذه القاعدة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: قرأت في رسالة صغيرة عنوانها حكم ثابت الصلاة، نص صاحبها على أن من كفر ثابت الصلاة فهو وافق الخوارج والكفر معهم، ويقول: الأعمال شرط الكمال. وابن القيم حار ولم يجد جوابا لبعض الأسئلة التي أوردها رحمه الله في كتابه الصلاة حكم تاركها، علما بأن هذه الرسالة الصغيرة متداولة وهناك من يدرسها ويشرحها. تارك الصلاة كافر، وإن قال هذا ما قال، تارك الصلاة كافر بالقرآن والسنة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فإنهم لا يخلى سبيلهم بل يقتلون، لأنهم لم يدخلوا في الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وصلت، لأن من ترك الصلاة إنه كافر. ولم يقل من تركها جاحدا لوجودها، بل عمم صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هل لأحد كلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول ما شاء، لكن هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا في أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المسلمين. أول جواب قالوا: لم نكن من المسلمين. وهذا يدل ما هو كفار، معناه أنهم في الجنة. والله جل وعلا يقول: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المسلمين. هذا أول جواب الله. قال جل وعلا: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ما صدق ولا صلى، فجعل ترك الصلاة مقارنا للتكذيب وعدم التصديق. التكذيب كفر بالإجماع، كذلك ترك الصلاة. لا صدق ولا صلى، فما لم يصدق هل أحد يقول أنه مؤمن؟ بحب يقول النظر. كذلك الذي لا يصلي الله قارنه به: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. جعل تارك الصلاة متوليا وقرينا للمكذب بدين الله عز وجل. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، في هذا الوقت توسع المنشدون في إصدار الأناشيد والتفنن في تحسين الأصوات وإخراجها بمبخمات، بل وصل الأمر إلى محاكاة المغنيين بأن يقوم المنشد بالموسيقى المتدرج بصور طبيعية بما يسمى بالفيديو كليب. هل هذا العمل جائز؟ وهل التمثيليات والمسرحيات من وسائل الدعوة إلى الله؟ أنا من أول الأمر، من أول ما ظهر في الأناشيد أقول ما هي جائزة، لأنها أغاني، نوع من الأغاني، وتشغل عن ذكر الله وفيها مفاسد. أنا من أول ما ظهرت وأنا مستنكر لها وكتبت فيها، وكان الناس يعني يستغربون في ذاك الوقت كيف أني أقول إنها ما هي جائزة مع أنها من وسائل الدعوة. أنا أقول لا، ما هي جائزة ولا هي من وسائل الدعوة، هي من وسائل الله، من وسائل الله ونوع من الأغاني. شوف الآن وين تطورت، وصلت إلى منتهى الذي ذكره الشعر، والشر يجر بعضه بعضا. نعم. هذا يقول: يكثر معنا في العمل وجود الرافضة، فكيف نتعامل معهم؟ نتعامل معهم بالمحبة والانبساط، اعتبروهم أعداء لكم، لكن العمل هم يعملون وهم تعملون، كل يؤدي عمله الموكول اليه بدون انكم تنبسطون معهم او تشدونهم او تبدونهم بالسلام، اتركوهم. نعم. وهذا يقول: ما رايكم في من يقول ان الذي يغني ويجاهر بالاغاني ان هؤلاء مرتدون خالدون مخلدون في نار جهنم، هل هذا الكلام صحيح؟ الله نحن بين مفرط ومغني، أحد يقول هذه أناشيد إسلامية طيبة، أحد يقول المغنون من الكفار، هذا تناقض والعياذ بالله. المغنون من الكفار، أصحاب كبائر ينقص إيمانهم، أنهم كفار إن شاء الله، نرجو لهم التوبة إن الله يتوب عليهم.
يرجعون إلى الحق يتركون الأغاني، إما أن نحكم عليهم بالكفر يعني طريق الخوارج والعياذ بالله. نعم. وهذا السائل يقول: أرجو منكم توجيه والدي ونصيحته بإخراج جهاز الدش من الجنة. لا كل حال يجب على الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمر أهلك بالصلاة فاصطبر عليها، مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعنة، وكل من هو في داخل بيتك حتى الضيف اللي يجيك كله في ذمتك وأنت مسؤول عنه يوم القيامة. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يفرجوا وسائل التجنيد وسائل الإفساد من هذه الدشوش وغيرها من الصور الخليعة والصور الفاتنة، يطهرون بيوتهم من هذه الوسائل، وإلا فهم المسؤولون أمام الله يوم القيامة عن كل من في بيوتهم وكل من فسد من أولادهم ومن نسائهم ومن من دخل عليهم في بيوتهم، وهم المسؤولون عنه يوم القيامة. نعم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن النواهي الإسلام بغض الشرك بما جاء في شريعة الله، قد يحدث أن يبغي المسلم فوق الإسلام الدين مثل بغض المرأة تعدد الزوجات أو أبو ذلك، هذا يعتبر الدرجة التفصيل والتفصيل. المؤمن بغض شرع الله، المرأة ما تبغض شرع الله، المؤمنة ما تبغض شرع الله، لكن هذه كراهية نفسية، كراهية نفسية وغيرها، هذه غيرها فيها، هذه غيرة فيها، ما هي كراهية لحكم الله ولا لشرع الله، وإنما هي غيرة في نفسها، كراهية نفس فقط. نعم. وهذا يقول: هناك من يقول أن الذي يكفر عباد القبور بأعيانه هذا تكفير ليس من أهل السنة، قال هذا الكلام صحيح؟ يقول أنه يكفر. نعم، ما علينا منه، يقول أنه يكفر، يقول من كفره الله ورسوله فهو كافر. وإن قال لنا أنتم تكفيرين، نعم.